السلام عليكم، كي داير اخوتي واخواتاتي بخير؟ لاباس عليكم. ما نشوف غير التوقيت اللي غنضبط. اوكي صافي، باش ما نبقاش نتعطل عليكم في لا فيديو. داكشي علاش. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. سمحوا لي تعطلت عليكم، مي لا بلوبار ديالكم راكم الناس اللي كيتواصلوا معايا دائما، خوتي واخواتاتي، راكم عارفين السبب ديال الغياب ديالي هذه المره. عندي سبب وجيه، وصراحه ما بقاتش عندي كاع اونفي باش نبقى ندير نحط دي فيديو في يوتيوب. المهم في نهار اثنين في 31 جانفي توفى لي الاب ديالي، الله يرحمه في هذا النهار، والله يرحم جميع اموات المسلمين، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه، لا هو لا ممثل جميع اموات المسلمين. وهذا الخبر هذا ما تروماتيزي، صدمني بزاف. المهم الحمد لله حنا مسلمين كنامنوا بالقدر خيره وش بالقدر 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 خيره وشره. اسمحوا لي كندخل ونخرج في الهضره باسكو ما صافي لونطون كو جي با في فيديو، وصراحه الله ما بقاتش عندي كاع اونفي باش نحط لكم اون فيديو في يوتيوب. هاكا عارفين الخاطر تيكون شويه خاسر الى اخره، ولكن بفضل ديالكم بفضل التآزر ديالكم، وصراحه الله من بين الحوايج اللي فرحوني بزاف هو الكم الهائل ديال المكالمات. حيت كاين بزاف دابا ديال الناس كنعرفهم كنتواصلوا في الخاص، تعرفتهم عن طريق اليوتيوب، وكيتواصلوا معايا في الواتساب غير مجرد انني على حطيت في ستاتيو ديالي ان لله وانا اليه راجعون. يعني راه لي كود فيل اللي وصلوني في داك النهار ما عمري ما غادي، صراحه الله ما عمري ما غادي ننساهم طول حياتي. الناس عزاوني يعني انا جاي في الطريق والناس كيعزوني، خصوصا الاخت ميري فلوغ اللي كنشكرها بزاف من هذا المنبر، حيت كتسكن معايا في نفس المدينه، مدينه سلا، واللي مسكينه تقاتلات معايا حتى جات لعندي. يعني انا ما كنتش باغي نعذبها، والله ما كنت باغي نعذبك اختي مريم، وانت عارفه المعزه ديالك عندي راه في المقام ديال الاخت ديالي، وعزيزه عزيزه بزاف والله العظيم. وبقات مسكينه كتانسيستي فين صيفط ليا لوكاليزاسيون، حتى مسكينه جات وعزاتني. عزاوني الناس اللي هنا من المغرب، وعزاوني الناس اللي كاينين برا، يعني الناس اللي كاينين في المهم في بلجيكا. وهنا كنهضر الاخت سلمى بن نور هي والزوج ديال الزوج ديالها سي رضوان اللي كنوجه لهم التحيه من هذا المنبر. الاخت جليله من لونجلتير، انا ما تخافوش راه كاتب الاسم ديالكم، حنت غنعطيكم واحد الاهداء مقيدكم عندي في الدفتر، حيت نتوما ما ننساش خيركم. فرنسا، السويد، شنقول ايطاليا، الامارات، بزاف الناس. يعني صراحه قبل ما ندير اليوتيوب ما كانش عندي اصدقاء من برا، كانوا هنا في الداخل. واش نقول لكم، المهم وكانت عندنا ماشي كنازه وحده، كانوا عندنا جوج ديال الكنازات، لحقاش توفى الوالد ديالي وما حيتنا الكنازه ديالو، ما حيتنا حتى الوالد ديالي توفى في 31 جانفي، ومن موراها بعد بنهار ولا بيومين ما بقيتش عاقل باسكو جافي با لا تيت. توفى الطفل ريان اللي ألمنا حنا كاملين المغاربه، ألمنا بزاف بزاف بزاف. والله ما نكذب عليكم، الا كان جلسوا هنايا حنا عندنا الكنازه عندنا العزو، وكان كون طالق التلفازه طالق القران، وتيقولوا لي الناس عافاك فين داك الوليد فين وصل، كنضطر اني نحيد القران الكريم. المهم الناس كيبغيو متبعين، يعني جاي حيت كيبقاو جالسين معنا في السوايع. من مور النهار الثالث والرابع وداك كنبقى ندير لهم اللايف ديال الاذاعات اللي كيديروا داك البث المباشر باش كيقلبوا على الطفل ريان اللي مسكين توفى، وان شاء الله يكون طير من طيور الجنه يا ربي. المهم انا عندي لكم خبر زوين وخبر خايب في دقه واحده. بديت معكم بالخبر الخايب اللي هو الوفاة ديال الوالد ديالي الاب ديالي الله يرحمه، والوفاة ديال الطفل ريان اللي كنا متبعينه حنا كاملين في المغرب وفي برا بصفة عامة، كلشي كانوا متبعين هاد ليفينمون هذا. والخبر الثاني اللي هو زوين، اللي صراحة واخا زوين مابقاتش عندي ليه واحد الأهمية كبيرة، مشات الفرحة ديالو، ولكن الحمد لله بفضل ديالكم نتوما خوتي وخواتاتي اللي كتواصلوا معايا دائما وديما كتشجعوني وكتدفعوني للقدام. خويا بدر نو لاش با، حنا معاك فهمتي. يعني شنو نقول لكم، وصلت ل 4000 ساعه، واخيرا وصلت ل 4000 ساعه. نتوما راكم عارفين لي كونديسيون ديال اليوتيوب، هي 4 كونديسيون، يعني كاينه 1000 ابوني، دونك الحمد لله وصلت ل 1700 ومع 25 ابوني اللهم بارك. 4000 ساعه راه ديباسيت ال 4 4000 400 heures
اكثر من 4400 ساعه خدتها، وانا غنقول لكم الناس اسمع ديال الناس اللي ساهموا معايا في هذا الانجاز والله لقيتكم. وهكاك غنقول لكم الا جبت شي واحد نسيتو يسمح ليا، والله القاسم راه تيجي با لا كتر شتيت عاود لقاو السيلو، نعتذر من الصوت ديال الفراغ، والله الا شتيت الشارجون شتيت كلشي، وما عاد كيسمعوني كيتفاعلوا معايا قلت لكم في الفيديو اللي قبل. وكما قلت لكم انا في الفيديوهات اللي قبل جوستومون كنت في واحد الفيديو قيل لا ثروزيام ولا لا كاتريام فيديو سو يوتيوب اللي حطيت، قلت لكم اليوتيوب عطاني اصدقاء حقيقيين، عطاني بزاف ديال الاصدقاء حقيقيين، وفعلا منهم الاخت ميري فلوغ اللي ما عمري ما غننسى خيرها. اول وحده عاونتني في السوايع هي الاخت ميري فلوغ، وكان من هذا المنبر كنتمنى انكم تهتموا لها على القناه ديالها. الناس اللي كيهتموا بمجال الطبخ بصفه عامه راه عندها قناه جد جد متميزه والله، بور سيل بور سو اي سيل كي ايم لا كوزين. بون جو فوز انفيت فيفمون à visiter la chaîne de Mary Vlog. Alors, on dit comme Mary Vlog, vous trouverez ce que c'est mon j'appelle le mot comme suit. Alors, Mary Vlog, M de maman, excusez-moi, ou le langage de l'autre, E comme Eric, R comme René, Y comme Yves, plus loin, Vlog, VLOG, yani V comme Valérie, L comme Laurent, O de, comme Olivier et le G de Gérard. Mary, plus loin que dire espace, que dire Vlog, Vlog au singulier, VLOG. كاين الاخت العزيزه والغالي على قلبي بزاف لها هي الزوج ديالها، هي الاخت سلمى بن نور اللي اسم القناه ديالها هو كويزين دو سلمى، كويزين او سانغولي اسباس كديرو دو اسباس كديرو سلمى كوم لو برينو اس ا ال ام ا. ابري كاينه الاخت العزيزه عليا حتى هي بزاف، راه كلكم عزيزين عليا صراحه الله، زينب تيزر زيت 82 هذا اسم القناه ديالها، زينب لو برينو كتقيدو الطابيو زينب راك عارف كي كتكتب تيزر زيت. الوغ تي دو تيريز بحال تيريز ما عرفتش كيفاش يمكنش كيفاش بحال طارق طارق هاديرو تي دو تيريز. اي كوم ايزابيل، زد كوم زوي، ار كوم روني، زد كوم زوي، اي كوم ايزابيل، تي كوم تيريز. لو شيفر 82 كتابيو زينب كدير اسباس تيزر زيت كيما نطقتها تي على فان لو شيفر 82 كتلقاو لاشين ديالها، قناه جد متميزه خصوصا الطبق الاخر اللي درتي اختي زينب البارح. كاين قناه عالم ام يحيى كيني، عالم بلو لوان اس كدير اسباس كدير عالم كدير اسباس ام اسباس يحيى كدير اسباس كدير كيني. الوغ كاف لياء كاف ولياء والنون ولياء، عالم ام يحيى كيني. كاين الاخ البوقي دريس، واحد الاخ عزيز عليا بزاف، وهاد الناس اللي كنعطيكم الاسماء ديالهم هادو هما كلهم الناس اللي عاونوني في 4000 ساعه، راه تقاتلوا معايا مساكن تقاتلوا معايا يعني تقاتلوا معايا هاد الخير ما عمري ما ننسى لهم. البوقي دريس خويا شكرا بزاف اخويا البوقي دريس، راك خيرك ما عمري ما غنساه. المهم البوقي دريس بالفرنسيه E de Eric, L de Laurent, plus loin Bouki, donc B de Bernard, O de Olivier, U de Ursule, K de Kevin, I de Isabelle. Kader espace, Kader Driss, le prénom, D-R-I-2-S, comme deux fois Sophie. Après, il y a le canal de Sokkar et Hassel avec Ahlam. On a quand même fait le cas où Ahlam. انت راك اختنا وعزيزه علينا وتوحشناك بزاف، وحنا من هذا المنبر مخلوعين عليك كاملين انا والاخوات، انت عارفه راه عينا ما نتواصلوا معاك، عينا ما نتصلوا بك، اتصلنا بك وصيفطنا لك دي ميساج سور واتساب تو ريبون با. كنعتذر لكم على الصوت اللي كاين على برا سمحوا لي كاين شويه الصداع. المهم ابخي كاينه الاخت مطبخ ام ناصيره، المهم بالعربيه تكتبوا مطبخ كديروا اسباس كديروا ام كوم لا مير لا مامون، مطبخ اسباس ام اسباس ناصيره. ابخي كديرو عالم ام كيني راه قلتها درت دوبلا. ابخي كاين واحد الاخت عزيزه عليا بزاف بزاف هي خديجه فلوغ، دونك غادي تكتبوا باش تلقاو لاشين ديالها كديرو خديجه، دونك عرفت عليكم باللغه شويه ديال لا راديو ديال ايامات زمان. دونك ك دو كيلو اش دو اوتيل الفا دلتا انديا جولييت الفا يعني خديجه، بلو لوان كديرو فلوغ او سانغولي دونك فيرا ليما اوسكار غولف. ابري كاين القناه ديال ام الياس كتكتبها بالفرنسي وحده العربيه ام الياس، دونك اوسكار يونيفور مايك انديا ليما يونكي الفا سيرا سيرا، وبالعربيه كتكتبوا ام الياس. ابري كاين القناه ديال ام فاطمه باو فاطمه ام منار، اختي اللي عزيزه عليا بزاف فاطمه ام منار، حتى اختي ام الياس عزيزه عليا، كلهم هاد الاسماء اللي كنقول راهم هنا مغرافي دون مون كور
زعما ما عمري ما غنساهم، هادو كلهم وقفوا معايا الله يكثر خيرهم. كاينه الاخت عاود ثاني، الاخت سناء فلوغ بون كتكتب ساسيكري كوم سوي، دونك سيغا الفا نوفمبر الفا ايكو بلو لوان فلوغ، دونك فيرا ليما اوسكار غولف سناء فلوغ. ابخي كاينه الاخت من لونجلتير اللي عزيز عليا بزاف بزاف، هي جليله شانيل، دونك جولييت الفا ليما انديا ليما الفا بلو لوان شانيل، دونك شارلي اوتيل الفا نوفمبر نوفمبر ايكو ليما. ابخي كاينه الاخت شهيوات ام ادم ايطاليا، كما كتعطي كاينه في سميه القناه ديالها، هي كاينه في ايطاليا، شهيوات كدير اسباس ام اسباس ادم اسباس ايطاليا. ابخي كاينه الاخت مهاجره شانيل من فرنسا، الاخت يامي شانيل من السويد، كاينه الاخت في في اكزوتيك من المغرب، في كوم اون في في او اسباس اكزوتيك او سينغولير. ابخي كاينه شهيوات زنوبه في المانيا، الله يعمر ليها الدار حتى هي شهيوات زنوبه. كاينه ابخي زهيره شانيل، اختي زهيره شانيل، زهيره شانيل كاينه في المانيا، عزيزة عليا بزاف هاد الأخت هادي، ظريفة بزاف دائما، لا هي لا الأخوات اللي ذكرت راه ما كاين غير البلاي ليست، وكتصيفط ليا كتخدم معايا، تقاتلوا معايا تقاتلوا معايا تقاتلوا معايا تقاتلوا معايا، مساكن بزاف كنشكرهم بزاف بزاف. أبخي كاين قنوات اللي واخا ما عاونونيش في 4000 ساعة، ولكن عزاز على قلبي، منهم ميمي دامو كوكيزا تعرفت عليها مؤخرا، وإنسانة أكثر من رائعة، دونك جي بيل سون لو نون دو سا شين، دونك ام دو مامون اي دو ان دو ايزابيل، ام دو مامون اي دو ايزابيل، دي دو دانييل، ا دو اناتول، ام دو مارك، اي او دو اوليفيي، اسباس كوكيزا بحال كوكيزا كوكيزا، دونك كادو كيفين او دو اوليفيي، كادو كيفين اي دو ايزابيل، زد دو زوي، اي لو ا دو الفا او دو اناتول. سمحوا لي احنا مولفين في اللونجاج ديال لي كول سانتر هاد لابيلاسيون. ابخي كاين منوعات حبيب، هذا خويا صديق واخ، شي نهار راجع عندك اخويا الفاس، اخويا الباشير سميتو باشير، منوعات كديرو اسباس كديرو حبيب، حاء الواء حاء وحرف الواو والباء والياء والباء والباء، العربيه كتاكل العصا سمحوا لي. ابخي كاين واحد الصديق حتى هو جديد تعرفت عليه وتا هو عزيز، ميدو كروز، الوغ ميدو دونك مايك انديا دلتا اوسكار يونيفورم بلو لوان كروز، دونك كاد كيفين ار دو روني اوسكار زولو ايكو فوالا. ابخي كاين عالم ملوكه للجمال، الاخت ديالي هادي عزيزه عليا بزاف كنعتبرها بحال اختي الصغيره. كاينه اختي حسناء ماما ساره، الله يطول ليا في عمرها ونتمنى المشكل اللي عندها يتحل ان شاء الله عما قريب، وراك عزيزه عليا اختي حسناء، الله يخليك بنتك ساره والحفيده ديالك حتى هي. وكاين الاخت اللي ما توصلتش لها مده طويله ولكن عزيزه عليا، ام ياسين بيوتي اللي كاينه في مدينه اكادير، اللي كنوجه لها التحيه من هذا المنبر، هي والزوج ديالها السي ابراهيم. وكاين الاخت المجيبه ساره، وكاين بزاف ديال الاخوات وبزاف ديال الاخوان، وانا كنخاف 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 الا نزقل شي اسم ما نذكروش، عافاكم الا زقلت راه عرفتوا راه كتبت داك الشيء رابيدمون 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 والله العظيم، باسكو جي ميم با لو طون، راه عاودت لكم عندنا مهم حساب الخدمه وهذا شويه لو بروغرامي ترو ترو شارجي. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette réussite, c'est grâce à vous tous. يعني l'union fait la force, un pour tous, tous pour un. اليد في اليد كلنا غادي نوصلوا ان شاء الله، والحمد لله هاد الاسماء اللي ذكرت والاسماء اللي ما ذكرتش اللي كنعتذر منهم نكون نسيتهم، كنعتذر منهم انتم هاد الناس كاملين اللي كنهضر عليكم، راه مشت منكم غير الخير والاحسان، وما عندكمش ديك الانانيه ولا كتبغيو على قنواتكم، يعني كلكم كتبغيو الخير لخوتكم اكثر ما كتبغيو الخير ليكم، يعني كتبغيونا حنا كلنا نطلعوا، واي واحد فينا كيطيح ولا شي حاجه راه كنا كنتالموا على ودو. غنشوف غير الساعه سمحوا لي، اولا 14 مينوت كوميم، دونك جو دو فينير جو دو كلوتوري سيت فيديو، دونك كنشكركم بزاف، سمحوا لي بزاف ما تواصلتش معكم هاد الايام باسكو ما كانش عندي الخاطر، الخاطر باقا مهرسه، مي دابا خاصني ندفع قناتي للمراجعه، دونك انا باقي عاد نتقاتل باش نربط القناه ديالي بجوجل ادموب جوجل ادسنس، وغنفع ان شاء الله غدا باذن الله غنفع المراجعه، طلبوا معايا الله ان شاء الله تجيني لا ريبونس رابيدمون باش تقبل ليا، واخا فريمون جي بيردو لونفي ديال يوتيوب، مي الحمد لله لا في بال، الحياة تستمر، وخا ديما كنقول واحد البروفيرب اللي هو شويه خايب، تنقول لا في بال كوم لا بوبال، ولكن حشومه عليا، il faut être optimiste
غنكون دائما متفائل بفضل الله سبحانه وتعالى. وحنا مسلمين كنامنوا بالقدر، بالقدر خيره وشره يعني. وكان امنوا حنا مسلمين كما كاينه الولاده كاينه لا نيسونس كاينه لا مور موراها لا مور. وانا كيعجبني واحد البروفيرب ديما كنذكرو، ديما كنذكرو في اي حاجه تنكتبها ولا تنقولها. دون سيت في يا دو بيرسون انديسبونسابل، في هذه الحياه كاين جوج الناس كندوزو على يديهم، سواء كنتي في مغربي او لا كندي او لا انجليزي ولا في اي دوله، جوج الناس كدوز على يديهم. دونك لا بروميير بيرسون سي لا ساج فام، et la deuxième personne c'est le fossoyeur. Donc il y a deux personnes indispensables dans cette, dans notre vie, et il y a la sage-femme et le fossoyeur. En tarjma ki jouj nes kan douzou alaytihom ki el qabla hi el oula kan douzou alayta, ou le fossoyeur ou hafar el qbour, hafar el qbour. L'une accueille, l'oula katstaqblek, l'autre raccompagne, ou tani ki wdaak ti bouf salama. Entre les deux, ma bin hadj jouj nes, entre les deux les gens se débrouillent. Ma bin hadj jouj nes اللي كندوزو على يديهم، ما بين القابله حتى الحفار القبوره، يعني ما بين الولاده الى الوفاه، لي جون سو ديبروي، خصهم يتصرفوا ويحسنوا التصرف. حنا راه كنا غنموتوا واحد النهار، انا راه حضرت الموت ديال الوالد الام ديالي توفات بين يدي الله يرحمها في هذا النهار، والاب ديالي حتى هو راه كنت حاضر ليه، دونك ما حضرتش ليه، كنت باسكو كنت في الخدمه، بوكو جو سوا بريسي في هذا، مي حضرت ليه ملي كان محد الوالد ديالنا مات في الله يرحمه، مرض في يومين، كان بخير وعلى خير، مرض في يومين فقط. ومن موراها نهار اثنين، المهم السبت والحد مرض، طاحنا دينا لي زيرجونس. ومن هذا المنبر نقول لكم انا الطب في المغرب انا مابقيتش نامن به في خطره، باسكو ميم لو ميديسان اللي شافو في لي زيرجونس ملي خرجوا لنا لي زاناليز. ومن هذا المنبر بعدا كنشكر الاخ ديالي اللي وقف معايا بزاف 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 في الكنازه، هو الاخ ديالي داميا والزوجه ديالو ريحاب، اخ هذا كنعتبرو خويا اللي مولداتوش ليا امي، هو فرنسي وكيتكلم باللغه العربيه كورامون، كيهضر بالعربيه مزيان مزيان مزيان، راه شافوه الناس اللي كانوا معانا حاضرين. كنقول لك خويا داميا ما يكون باس عندك في الركيبه ديالك، ما يكون عندك باس، راه حضر معايا مسكين من الاول حتى الاخر، عذبتو معايا الله يسمح ليا منه، عزيز عليا بزاف. وحنا فاش دينا الوالد ديالنا الله يرحمه لي زيرجونس، شافوا واحد الطبيب شاف لي زاناليز ديالو، قال لك راه ما عنده والو تو فابيان. ملي شاف صديق ديالي كيفهم شويه في داكشي ديال لي بيلون تخربيقات، قرا داكشي قال لي بون فوالا عنده نقص في الكريات البيضاء وعنده لانيمي، ان بروبليم دانيمي، عنده فقر الدم. قال لي الطبيب لا لا راه ما عندوش ما عندوش. باغ لا سويت إل سافير بان الوالد فعلا داكشي اللي كان قال الصديق ديالي داميان هو اللي كاين عند الوالد ديالي. يعني هنا وفي الاخر ملي نسولو على داك الميديسان اللي كاين في لي زيرجونس، إل سافير كو سيت ان اتيديون كي ايتي اون 5 il est en 5e année وقيلا في لا ميديسين. يعني محشومه ان الناس في لي زيرجونس ما كيميتيزيوش الميتي ديالهم. هذا المنبر انا كنسمع دائما المغاربه تيقول لك التعليم زيرو، انا باقي ما عنديش ولاد دونك ما عرفتش شنو التعليم شنو كاين. انا عانيت منه اصلا، حيت التعليم اللي تعلمناه بشحال هادي ما هواش، عاد بدينا كنديرو لي زيفور في الكبر ديالنا باش يلاه نقادو شويه داك الفرونسي اللي عندنا، يلاه كنتقاتل معاه باش نقادها، الوغ كو داكشي كيتقاد في لونفونس ملي كتكون صغير. ولكن الاساتذه اللي تيقريونا علمونا كلشي عوج، لا برونونسياسيون عوجة، عاد كتبقى تقاتل باش تقادها، عاد تعلم تجيب لو فوكابولير. باغ كونتر كتلقى واحد تقرا في ايكول بريفي هنا في المغرب كتلقاه طياره في الفرونسي ولا في اللغات بصفه عامه، ما عليناش. وكنسمع بان المغاربه تيقولوا ديما طيب في المغرب زيرو، وفعلا توصلت وصلت على كلامهم. لا في الموت ديال الوالده ديالي باسكو كان عندها كونسير في ليتيروس، كونسير في الوالده، وانا جو سوي با ميديسان، ولكن الفهم البسيط ديالي قلت لهم الفو اونلوفي ليتيروس، تحيدوا لها الوالده هي مراه كبيره ما عندها ما دير بها. قال لك لا خصكم دير لها لانابات او لا بيوبسي او لا تشريح دقيق باللغه العربيه. داروا لها لانابسي ويتبروباجا لها الكونسير في الكور ديالها كامل، توفات الله يرحمها. دار داك قال لك الا ما درتيش الا ما وافقتيش، كنت ستريس ملي كنهضر على هاد المواضيع هادو، الا ما وافقتيش دير لا بيوبسي ما تجيبهاش لنا، فهمتوني؟ دونك درنا داكشي باسكو كنت مجبر، وافقت على ديك لا بيوبسي او لا نابات او التشريح الدقيق، درنا لها مسكينه زحفات ما بقاش تتمشى، من موراها بايام قليله توفات الله يرحمها. لا ميم شوز بوغ الوالد الله يرحمه، ما قال لك ما عنده والو، فهمتيني؟ يعني هو عنده فقر الدم ونقص في الكريات البيضاء، يعني الله ياخذ فيهم الحق هاد الاطباء هادو. انسان الا ما قاريش ما عندوش نيفو ما يديرش الطب. ونقول لكم اسمحوا لي دخلت لكم شويه الحزن في هذا لا فيديو هذا، مي سي فيني بوغ هذا لو شاغرين. سيرت جو سوي انكور اون دوي اي بورتون جو سوي ان تران دو فور سيت فيديو باسكو جو سوي دون لوبليغاسيون، باسكو دومان ان شاء الله غادي ندفع القناه ديالي المراجعه. طلبوا معايا الله التيسير والله يطول لي في عمركم، راكم عزازين عليا وغاليين. هاد المره خيرا نتمنى تنجح لي التيليكوم، ما تفرطنيش، نتمنى ما تفرطنيش بحال ديك المره. سامارش با